وبدأت الترشيحات تتوقف، فبدأت الدعوات وبدأت الأمنيات ورفعت الأيادي للسماء بالدعوات من أجل الفوز والانتصار. الشعارات الحاضرة في أول انطلاقات هذا الصباح الجميل. يالله مسجن ما لحد فيه منه ينسي المحتاج، وش كان محتاج. التم الجميع من جميع الميادين من كل الولايات حاضرين طامعين بالناموس الأول. المسافة المقررة لهذا الشوط 3 كيلومترات. التموا من أجل الناموس، التموا من أجل سيف في أعرق الميادين وأقواها. ميدان الأبيض عبر قناة عمان الرياضية وعبر الهواء مباشرة وعبر السنين وعبر الزمان نسير وإياكم، وعبر الظافر الذي اجتمع من أجله الجميع. فرحم الله الشاطر وأسكنه فسيح جناته سعيد بن الوهيبي الذي أسس هذا الميدان العريق، ميدان الأبيض. فبيض الله وجهكم يا أهل السلطنة. مقدمة الشوط المركز الأول، يأتي دور الطيارة مع المركز الأول. يقدم الطيارة عبد الله بن عامر بن حمد جحافي مقدما للطيارة. المركز الثاني الوصول، الاندفاع، التواجد من الشاحنية سعيد بن سالم بن هلال العسكري. وصلت المها، وصلت المها، وعين المها، عين المها. مرحبا بك يا الحجري يا حمود يا بن حميد. يا الحجري يقدم لنا، يقدم لنا المها. مرحبا بكنج السيوف للسنوات الثلاث المتتالية. يتقدم الحجري، الحجري مع السيارة، الحجري مع السيف، سيف الظافر، سيف الظافر. من يظهر المركز الثاني. مرحبا 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 بشاعر الملايين، مرحبا بحبيب الملايين. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، بن الشراخ، بن الشراخ يوم اعتلى الصراخ. مرحبا يا المغامر، مرحبا يا وهم، مرحبا يا وهم. في الأمتار المهمة، في الأمتار الخطيرة، ناصر بن الشراخ الوهيبي. ولكن أفعال في يوم الأفعال. يا الغفيلي، يا الغفيلي، لا تغفلون عنه، لا تغفلون عنه. روح 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 الغفيلي، روح. المركز الثاني اللي وصلت خنجر، خنجر محمد بن علي، محمد بن علي الجحافي يقدم خنجر مع المركز الثاني. ولكن أفعال، 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 وخنجر، وخنجر وشعارهم سيفين، وخنجرهم عمانية، خنجرهم عمانية، خنجر وأفعال، أفعال. يوم الأفعال، يوم الأبطال، يوم الأقوياء، يوم البطولات، يوم الظافر، يوم الظافر. أفعال الخويلي، أفعال الخويلي، أفعال الخويلي. محمد بن منصور بن علي الغفيلي، منجم الأصايل، منجم السبك، ميدان الأبيض. ومن لها غير ميدان الأبيض. الغفيلي، الغفيلي، أفعال يحلي الأفعال، أفعال يحلي البطولات، أفعال يحلي السلطنة. تهانينا لمالك أفعال محمد بن منصور بن علي الغفيلي على هذا الفوز وانتزاع السيارة وانتزاع السيف. من لها، من لها غير من
منجم الاصايل ملها غير منجم السبق يوم الافعال يظهرون اهل الافعال الغفيلي غفل عنه الكل فانتزع السيف والنيسان الباترول الستيشن 4:20 و96 جزء من الثاني ولكن افعال هي صاحبة الكلمة الأخيرة هذه أفعال وفعلت العقب في هذا اليوم ما شاء الله وهذه لحظات وصول إعلان خط النهاية وبتوقيت زمني مقداره 4:21 و45 جزء من الثانية تهانينا والناموس لمحمد بن منصور بن علي الغفيلي إذن السلامات تبقى هنا لأهالي ميدان الأبيض أما صاحبة المركز الثاني هذه واضحة أمامكم خنقر المملوكة لمحمد بن علي بن سعيد القحافي أحد المضمرين المعروفين على مستوى الخليج نبارك له هذا الإنجاز الكبير في هذا الشوط الكبير والتوقيت الزمني 4:23:49 جزء من الثانية أما المركز الثالث فهذه إعادة ساعة وصولها خط النهاية وتعود ملكيتها لمحمد بن راشد بن سالم الغيلاني أيضا قدمت عرض رائع وجميل وتوقيتها الزمني 4:26:27 جزء من الثانية نبارك لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى